إن بعض المنافسين الذين يسخرون من عملنا الجواري وطرقنا التواصل الجماهيري قد اختار البعض منهم القاعات المغلقة لأنهم يخشون المواجهة المباشرة مع الجماهير في الشوارع، خاصة في بعض المناطق التي فيها بعض الغاضبين والناقمين والساخطين، سواء كان غضبهم بشكل عفوي وطبيعي أو كان بشكل مبرمج كما حدث لحملتنا مع بعض مواطنيننا في بلدية من البلديات خلال هذين اليومين أو ثلاثة الأيام الماضية، مبرمجة من جهة من الجهات، ولكن الله أفشل مكرهم وتدبيرهم. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.